بقول لك بالنسبة لشيخ عصام، في عندي مشكلة كبيرة جدا. احنا 8 اخوات، يعني اختصارا يعني في اخ فيهم للأسف حصل منه سوء أخلاق، يعني للأسف يعني تحرش ببنتي الصغيرة في البيت عنده، وبعدين حصل طبعا مقاطعة. أنا مرضتش أخد موقف أو كده، بس أنا بتكلم هنا السؤال على بقية الإخوات. أيوه بقيت الاخوات هنا في يعني المفروض ان انا يعني المفروض ياخدوا موقف وياخدوا قرار ان هم يقطعوه، لان هو اصلا كمان يعني داخل في قصه فساد، يعني هو شغال في المحافظه ومقضيها فساد رشاوي ودنيا وخربان، يعني من طيب شرط لكذا لكذا. فعايز افهم بالنسبه لبقيه الاخوات، أيوه هل اقطعهم هم بياخدوا الموضوع عادي وكاني يعني خلاص بقى لا مش يعني صالح عادي، معلش يا وكفايه على علي، يعني كده؟ ايه عادي رايهم؟ ايه يعني انت قلت هم شافوا وقع زي اللي انت بتقولها ديت، ربنا يا رب يعافينا ويعافي بناتنا يا رب. يعني يعني ايه اخ بيتحرش ببنت اخ ببنت اخوه يعني، واخوات هو موجودين وعارفين؟ يعني هم بيقولوا انه عمل كده وعادي، بيقروا الفعل عادي، ولا هم بيقولوا لا اصلا هو ما عملش كده اصلا؟ ممكن يقولوا يعني هو ما عملش كده اصلا، او ما تمش التحرش اصلا. لا، هو حصل اعتراف منه لاخ تاني، اه والاخ ده انا اعتبر شهادته، هو الاكبر مني ايوه تمام. وهو يعني زي ما تقول حضرتك، هو يعني لين جدا وواخد الموضوع ببساطه. طب يا خلاص باشا، بقى، طب اللين كده، طب حاجة يعني ازاي والأعراض والبنات حاجة تانية خالص. طيب تمام، أنت دلوقتي عايز تعرف رأي يعني؟ الإخوات، رأي الدين في موقف الإخوة جميعا من هذا الأخ اللي عمل الفعلة دي، صح كده؟ من ناحيتي انا كمان، انا اتعامل معاهم، انا مش طايق اتعامل معاهم، لان انا شايفهم بعد ما كانوا واخدين الموضوع بجديه ولا ازاي وما ينفعش وكذا، وبعد تمام كده لقيتهم ان هم ايه يعني واخدين الموضوع عادي، فبدات اقاطعهم يعني طيب بشكل تمام يعني حاضر، يبقى غير موقفك مباشر. فعايز منهم اعرف هل ده حرام عليا؟ حاضر. بشكرك شكرا جزيلا على الاتصال. هو ابو شاهد بيقول احنا 8 اخوات، بس في مشكلة كبيرة ان في اخ من الثمانية دول يعني تحرش ببنته. بعد ما تحرش ببنته اعترف لاحد الاخوه ان هو عمل الفعله دي. بيقولوا كان بيقول لي كانوا واخدين الموضوع بجديه في الاول، وبعد كده بدات الموضوع بقى ايه تميع كده وبتاع ومش عارف ايه. فبقول انا خلاص انا واخد موقف من الاخ ده، ما بكلموش ومقاطعه. موقف اخواتي من الاخ ده شرعا ايه، وموقفي انا منهم هم كمان ايه؟ ان انا مش طايقهم بصراحه بعد ما عرفوا انه عمل كده في بنتي ومايعين كده يعني. في بنت الاخ ده نفسه. اه اللي هو اخوهم يعني. طيب وبعدين؟ فبيقول القطيعة هنا بقى حلال ولا حرام؟ لا، إذا الشخص لم يتب مما فعل ولم يتعالج يتداوى مما فعل، لا طبعا أقطع. إيه المشكلة؟ أيوه وإخواتي دول بياخدوا معايا موقف معايا. تمام، ما خدوش وأنا عايز أقطعهم بقى لأن هم موقفهم بقى مايع. لا، ما أنا الأول أوضح لهم الكلام ده. أه مش من القطيعة من أول موقف، لأن هم مش هيتساووا اللي اتحرش. تمام، طيب جزاكم الله خير.